اه طبعا طبعا. انت فكرت تتواصل معايا كمان كنت في صداقه بينكم مثلا؟ لا انا بس انا عملت فيديو كنت بتكلم فيه بدا فيه شادي سرور، لانه انا كنت حاسس بيه جدا في الضغط اللي هو فيه. طبيعي اي حد بيخش يشتمك بدون اي وجه حق، انت بتشتمني ليه؟ انت مش حابب تتفرج عليا اطلع يا سيدي ما تتفرجش. لكن سب وقصف ده يعني اكتر حاجه تسيل اي انسان في الدنيا يعني. انجح ناس على السوشيال ميديا فيسبوك ولا يوتيوب؟ يوتيوب شادي سرور طبعا طبعا، شادي سرور بس كتير بس مش هنقدر نقول اسماء معينه لان كلهم صحاب. كلهم صحاب فممكن يبقى في زعل بالظبط، بس طبعا شادي بس شادي طبعا انا كمان نفسي يرجع بصراحه، نفسي يرجع كان بيقدم محتوى كويس جدا. بصوا انا ما اعرفش شادي سرور شخصيا، بس ده بني ادم من البدايه تعب وكافح وكون لنفسه اسم كويس جدا، فحرام ان هو يظلم نفسه. حتى لو المحتوى اللي بقى يقدمه ما بقاش عاجب الناس زي الاول، لا ما ينفعش ان هو يعمل كل ده. هو هي الناس مشكله الناس ان هي دخلت حياته الشخصيه في المحتوى اللي بيقدمه، وده كان غلط جدا وبجد يعني حرام. ان انا دلوقتي لبنى بتقدم محتوى، هي عملت حاجه في حياتها الشخصيه غلط او صح، هي حياتها الشخصيه هما ليهم في المحتوى. شادي ما شاء الله عليه الفيديوهات بتاعته ومحتواها ما قلش عن الاول، بس هي ابتدوا بقى ان هم لا انت بتسافر، لا انت عملت وشم، لا انت فلا يا جماعه يعني خلوا حياته الشخصيه لوحدها. بص انا بشوف اتس اول اباوت ذا بيليفنج سيستم، يعني انت لو النظام الايماني عندك يعني متزن هتقدر تتخطى اي ازمه. ولكن في الاخر انا كنت شايف ان يعني اكيد في دور ما تلعبش من الدايره الصغيره اللي حوالين شادي نفسه يعني. بس انا متاكد يعني ان شاء الله باذن الله هي فتره وتتجاوز ان شاء الله ويعدي منها، لانه يعني هو من اوائل الناس اللي فكروا موضوع اساسا ان يبقى في فيديوز والحاجات ديت. وات ايفر كان في ناس بتتفق مع الكونتنت او لا، ولكنه اثر، ولكنه عنده شعبيه كبيره جدا والميدل ايست عموما يعني مش بس في مصر. فبس في الاخر انا متاكد انه هيتخطى ازمه زي ديت، لان اكيد هيرفلكت ويشوف الكم الرهيب اللي مستنيه يقدم حاجاته بيحبه، واكيد هيرجع في يوم من الايام ان شاء الله.